السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم الدرس الأول، القسم الثاني من الدرس الأول، سكول ماجازين. اليوم طلاب راح ناخذ الستملك. الستملك وظيفته هي ربط اسم المالك مع اسم الملكية. الستملك راح نخلي الكومة قبل الأس أو بعد الأس حسب القاعدة الآتية: إذا كان اسم المالك مفرد فنضع الكومة قبل الأس، أما إذا كان اسم المالك جمع فنضع الكومة بعد الأس كما هو واضح في المثال أعلى. تبغى طلابي أقول هنا boys go and get the boys bags. هنا وضعنا الكومة قبل الأس، ليش؟ لأن هنا عندنا one boy ولد واحد، وإذا هنا اسم الملكية ما يهمنا إذا كان مفرد أم جمع، أهم شيء إحنا يكون هنا اسم المالك مفرد أم جمع. بينما بالمثال الآخر go and get the boys back، هنا شو عندنا؟ عندنا المالك هو أكثر من ولد، إذا هنا الملكية جمع، فنبو وضعنا الكومة بعد الأس، ليش؟ لأن عندنا هنا more than one boy، أكثر من ولد. إذا هنا العامل اللي يتحكم نضع الكومة قبل أو بعد الأس هو اسم المالك إذا كان مفرد أو جمع. أعيد، إذا كان المالك مفرد فنضع الكومة قبل الأس، أما إذا كان المالك جمع فنضع الكومة بعد الأس. شوفوا هنا المثال الآخر الطلاب، أقول هنا the school's magazine is very interesting. هنا ليش طلابي وضعنا هنا الكومة قبل الأس؟ أولا المالك school هي مفردة، المجازين أيضا هنا مفردة، هاي ما يهمنا الملكية سواء جمع أو مفرد، مو مهم هذا الشيء. الدليل الآخر إذا ما قدرت تميز مفرد أم جمع وجود الفعل المساعد is، دائما فعل مساعد مفرد، فإذا هنا وضعنا الكومة قبل الأس. المثال الآخر طلاب شوف the school's magazine، مجلات المدارس. طيب are very interesting، ليش هنا خلينا الكومة بعد الأس؟ وجود هنا الفعل المساعد are، هنا الملكية جمع، أيضا مو مهم طلاب الملكية مفرد أو جمع، المهم هنا وجود هنا الفعل المساعد آر، فهنا استدلينا إنه هذه الجملة جمع أو الملكية جمع أكثر من مدرسة، فوضعنا الكومة بعد الأس. طيب الآن طلابي كيف أجيب لكم إياها بالامتحان؟ صيغ الامتحان متنوعة، منها يعني أما أجيب له خيارات بين مفرد أو جمع، أو مثال the school's magazine is very interesting وأقول لك اختار choose، معناه اختارها مهمة جدا هاي المفردة، وأتمنى تكتبون هذه القاعدة بدفتر ملاحظاتكم حتى تترسخ عندكم. شوف اختار، هنا اختار المفردة أس التملك المفردة أم أس الجمع. بما موجود هنا إس الفعل المساعد إس، إذن هي مفرد، فنختار الكومة اللي تكون قبل الإس. مثال الآخر نفس الحالة طلابي، أيضا جابت لك صيغة الامتحان choose معناها اختار. خلنا نقرأ the schools magazines are very interesting، مجلات المدارس جدا مثيرة أو رائعة. ليش اختارينا بعد الأس الكومة بعد الأس؟ وذلك وجود الفعل المساعد R. طيب الصيغة الأخرى للامتحان، وهي إنه أجيب لك جملة وأعطيك هنا المطلوب منك possessive S، إذن لازم نحفظ عنوان الموضوع اللي هو أس التملك، إذن المطلوب أن تحول لي هذه الجملة إلى صيغ التملك. نقرأ الجملة: Our headmaster's room is big، غرفة المدير كبيرة. طبعا هنا هاي الأس وجودها خطأ طلاب. ف
فتصير هنا الجملة منين عرفناها هنا المفردة، وذلك وجود الفعل المساعد is. إذا الملكية مفرد أصير الجملة our headmaster's room غرفة المديرنا is big كبيرة. إذا هنا وين وضعنا هنا الكومة قبل الاس. مثال آخر على نفس الصيغة بس المرش كاتبت لك أنا بين قوسين، كاتبت لك هنا use possessive s، use possessive s استخدم صيغة التملك أو أس التملك. My mother dress ثوب أمي أو ملبس أمي is new جديدة. هنا مفرد اسم المالك مفرد وجود هنا is، إذن تكون هنا الكومة بعد العفو قبل الأس فصر الجملة My mother's اللي هي اسم المالك dress ثوبها is new. شلون استدلينا انه مفرد الجملة؟ المالك مفرد وايضا هنا وجود الفعل المساعد is. المثال الصيغة الاخرى للامتحان وهي ايضا خيارات. For example my فراغ car is expensive. ما طول عندنا هنا is فايضا هنا مفردة فنختار father's اللي وجود الكومة قبل الاس. المثال الأخير The trainers is shooting المدربين trainers مدربين shooting منذهلين أو مندهشين. بما وجود هنا الملكية العفو هنا وجود الفعل are فرح نختار هنا boys الكومة بعد الأس. إذن صيغ الامتحان يا أما أنا أجيب لك choose يا أما أخلي لك بين قوسين المطلوب منك أخلي لك عنوان الموضوع هذا لازم ينحفظ، ويا أما هنا طلابي أقول لك هنا use possessive s استخدم s التملك، أو أختار أخلي لك هنا مجموعة من الخيارات بين قوسين وأطلب منك تختار. شكرا لكم، أتمنى أكون وصلت المادة بصورة مبسطة. حاولوا تكتبون الملاحظات بدفتركم. أشوفكم قريبا. See you.